في أول حكم على الرئيس السابق محكمة سودانية تدين عمر البشير بتهم فساد وتقضي بإيداعه مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين. القاضي أمر أيضا بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني عثر عليها في مقر إقامة الرئيس السابق. واحد، إيداع المدان عمر محمد البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، مصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة الوطنية والأجنبية والمحددة بمستند الاتهام 5-6 لصالح حكومة السودان. رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق قال إن عمر البشير سيستأنف هذا الحكم. طبعا هذا حكم لم يبنى على القانون وإنما بني على ما في الشارع، ولذلك سنستأنف هذا الحكم إن شاء الله للمحكمة، محكمة الاستئناف، وعندنا مجال مفتوح للمحكمة العليا إن شاء الله. لا زال قضاءنا بخير، نحن ثقتنا في القضاء لم تتغير، ثقتنا في هذه المحكمة قد تغيرت تماما. وانطلقت في غشت الماضي أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته. ومنذ الصباح الباكر انتشرت قوات ومركبات عسكرية في وسط الخرطوم، كما انتشرت قوات الأمن بكثافة عند المحكمة.